كأس ولي العهد السعودي منافسة شريفة، لقب نفيس، بطولة غالية ومسمى أغلى، لا سيما وأنه يحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز في أول بطولة تزدان باسم سموه. الجماهير السعودية تترقب حدثا كبيرا ورعاية كريمة ومواجهة عريقة تحمل بين لحظاتها كل المتعة والإثارة والندية. انطلاقة البطولة الغالية كانت عام 1956 و37 لقبا ظفر به 11 بطلا. الهلال حامل اللقب، كان أكثر الفرق فوزا ب11 بطولة، يليه الاتحاد ب7 بطولات والأهلي ب5. الشباب حصل على 3 بطولات ومنتخب الغربية حاز مثلها، بينما ظفر النصر ببطولتين غاليتين. أما القادسية والرياض والاتفاق والوحدة ومنتخبي الوسطى والشرقية فقد حققوا لقبا واحدا في التاريخ الذهبي للبطولة. الثاني والعشرون من فبراير لعام 2013 يوم للتاريخ، إنه ديربي العاصمة الكبير، لقاء تاريخي يجمع الهلال والنصر في أول وهلة يقف فيها العملاقين وجها لوجه على نهائي كأس ولي العهد. درة الملاعب سيكون مسرحا للمواجهة بعد أن احتضن العديد من النهائيات والمواجهات المثيرة بين الفريقين. 70,000 متفرج بين أصفر وأزرق ينتظرون مقاعدهم في النهائي الحلم، وآخرون في شتى أنحاء المعمورة يترقبون مواجهة الغريمين. وأي إثارة سيشهدها لقاء الكبيرين، بل أي أمسية كروية سيحظى بها الجميع في حضرة العملاقين.